الكنيسه بتفكرنا قدام رحله، رحله حياتنا الشخصيه. يعني احنا صحيح بنسبح حسب كلمه الله، حسب المكتوب في كلمه الله، ولكنها ايضا هي رحله شخصيه لكل فرد مننا. احنا بنسبح تعبير عن فرحتنا بالخلاص، وبالتالي كل التسابيح اللي بتسمعها النهارده كلها مربوطه بفكرة الخلاص. وعلشان كده وانت بتفكر وانت قاعد بتسبح تربط كل المعاني الموجوده بفكرة ان الله احبك صار انسانا مثلك لكي يخلصك، لكي يشفي النفس الداخليه، يرفعها، يباركها، يخلصها من هذا العالم علشان تصلح ان تحيا معه الى الابد. وبالتالي التسابيح هي مربوطه بخلاصنا الابدي، خلاصنا كل واحد مننا يحس بهذا الخلاص وبالتالي يفرح وبالتالي يسبح فيه. الكنيسه بتحطنا امام خطوات، نقط كده اساسيه علشان نبقى فاهمين التسبيحه ماشيه ازاي معانا. فاول نقطه الكنيسه بتحطنا فيها، بتحط لنا عنوان للتسبيحه من بدايتها: قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. فده اول كده عنوان بتحطه لنا الكنيسه، انت ابن للنور وعشان كده بتسبح من اجل ان هذا الاعلان هو اعلان لخلاصك. ولانك بتطلب هذا الخلاص يقول حينما نقف امامك جسديا، احنا واقفين قدامك بالجسد، انزع من عقولنا نوم الغفله علشان يبقى الانسان صاحي وواعي. نوم الغفله انك تسبح وانت مش دريان انت بتقول ايه، انت تسبح بتقول كلمات وانت مش واعي عمق هذه الكلمات. وبالتالي هنا التسبيحه تكون بالنسبه لك تسبيحه جوفاء، بتقول كلمات انت مش قادر تفهم معناها. وعشان كده بنطلب من ربنا اعطنا يا رب يقظه لكي نفهم كيف نقف امامك وقت الصلاه. يدينا هذا الادراك ان احنا بنسبح من اجل الفرح بالخلاص، ولاننا بنسبح من اجل الفرح بالخلاص محتاجين ان احنا نفهم اننا ابناء النور، ولاننا ابناء النور بنطلب خلاصنا الابدي، ولاننا نطلب خلاصنا الابدي محتاجين حينما نقف امام الله نقف امام الله بخشوع، ويدينا الفهم ان احنا واقفين قدام مين، ولاننا واقفين قدام ربنا نحتاج ان احنا نفهم كيف نصلي. وبالتالي نرسل التسبيح والتمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايانا. بالتالي هنا نعطي المجد لله. عشان كده في البدايه بتدينا الكنيسه هذه الخطوات علشان كلنا نقف نسبح. وبعدين الكنيسه تروح نقلانا لصوره كتابيه، حدث كتابي، اول مره في شعب الله يقف ويسبح لما فهموا الخلاص، لما فهموا ازاي ان ربنا قادر انه ياخذهم من عبوديه ويحررهم ويطلعهم الى ابديه، يطلعهم الى راحه. وعلشان كده ابتدت الكنيسه تقول لنا بصوا بقى على الكلمات الجميله، الهوس الاول اللي بيحكي لنا قصه موسى، بيحكي لنا ازاي ان ربنا الاله القوي بيد رفيعه وذراع عاليه خلص شعبه من فرعون. فرعون العقلي ما زال يعمل فينا، هذا الفرعون العقلي ما زال موجود في حياتك. ولانه فرعون العقلي موجود في حياتك انت محتاج انك تطلب من الله انه يخلصك من هذه الافكار اللي كتير من الاوقات بتسيطر على فكرك. وزي ما
فرعون استعبد شعب الله كتير من الأوقات. فرعون العقلي بيستعبد أفكارنا ويستعبد مشاعرنا ويستعبد حياتنا، وانت محتاج انك تطلب وتقول له كما خلصت شعبك خلصني من فرعون العقلي. فرعون العقلي اللي بيحط لك أكاذيب في حياتك، يحط لك أفكار وهمية، يحط لك خيالات في حياتك. عشان كده خلي بالك، أول ما الشعب شاف إيد ربنا قال إيه؟ هذا هو إلهي، هذا هو إلهي فأمجده، هذا هو إله أبائي فأرفعه. لأنه أول ما الشعب شاف هذا الفرح، شاف هذا الخلاص، ابتدى يقول هذا هو إلهي أمجده، هذا هو إله أبائي أرفعه. ومش بس كده، يقول لنا إيه؟ يمينك يا رب تمجدت بالقوة، يمينك يا إلهي أهلاكت أعدائك، بكثرة مجدك سحقت الذين يقاوموننا، أرسلت غضبك فأكلهم مثل الهشيم. بالتالي هنا كل واحد مننا يبقى عارف هو ماشي في التسبيحة، هي رحلة داخل قلبك. أنت وأنت واقف بتسبح النهاردة، هل بترفع فعلا قلبك وتقول له فرعون العقلي ده اخضعه؟ الكلمات اللي انت بتقولها، هل فرحان بالخلاص؟ شايف ايد ربنا اللي بتخلصك؟ شايف ايد ربنا اللي بتمجد اسم الله في كل وقت؟ عشان كده خلي بالك، كل يوم كل يوم وانت واقف تسبح، تسبح بفهم، تسبح بخشوع، وتسبح بإدراك لعمل الله في داخل حياتك الشخصية. احنا مش بنقول تسابيح وكلمات جوفاء، الكنيسة بتعلمنا ان التسبيحة بوقار، التسبيحة بخشوع، التسبيحة بفهم، علشان نمجد الله الذي خلصنا، فنفرح بالخلاص. عشان كده وانت قاعد دلوقتي بتسبح، ارفع قلبك وصلي من اجل خلاصك. ابتدي هنا تنتصر خلال كلمة الله وإيمانك بها. لما تحس كده تاخدنا الكنيسة إلى المرحلة الثانية أو النقطة الثانية اللي هنبتديها دلوقتي. قول له بقى قلبي ولساني هيسدحاك، مش بس إن إحنا بنفكر، ومش بس بالإيمان ده، قلبي ولساني مع بعض عشان تربطنا، مش بس الإدراك كمان المشاعر. عشان كده الكنيسة تبتدي لنا أولاً بالفرح بالخلاص، تحط لنا المبادئ الأساسية للتسبيحة، وبعدين تاخدنا بقى مش بس بالعقل، تاخدنا بالقلب واللسان، تسبح الله. فهسبحه إيه؟ أشكره بقى لأن الله طيب رحيم. وبالتالي ندخل مع بعض في الهوست.